نعم، قابلت الزمالك واسبيرونس. نحكي شويه على وسام. وسام وينك اليوم؟ موجود والله، موجود وين الساحة. موجود بعيد يعني بعيد شويه على الكوره. والله بحذاك زوج متر بحذاك. الكوره اخويا عدينا كيما قلت لك الكاف سي والكاف بي، ومش نعدي وكاف ا. واحد الاوبجيكتيف نتاعو ديما معناها ديما موجود في الدومين والدومين، فهمت؟ لكن بصراحه الضربه الاولى الدخله الاولى باش نمشي نراني ولا حاجه، ذيك اللي مازالت معناها ما سهلش فيها ربي. ان شاء الله بحول الله نحن قاعدين نسعى، والفكر الواحد موجود عنده، كل شيء الباجاج موجود عنده، ما سالش كونتاكت الواحد لعب ما شاء الله وديما يقعد معناها. لكن كيما قلت انت سليم، الكونتاكت هذاك هو اللي على الاول سيرتو الاول عطينا الدخله الاولى. كان عندك تجربه في حرامات مع نيس؟ صحيح، مشينا مع نيس وقتها زاد لعبنا، قعدت يمكن 3 شهور من بعد معناها شفت اللي صار في الحمامات، برشا مشاكل وبرشا فلوس وبرشا حكايات. بعدها ما صارش برشا، ماك تعرف انت الوعود وغدوه والجمعه الجايه وتهنى ومريقل، تعرفهم الحكايات هذوما في تونس الكل، وما صار شيء. اللي كاتب من عند ربي مش نشوفوه بحول الله. نحن نسعاو مش نعديو توكف ان شاء الله على قريب، نسعاو والباقي على ربي ان شاء الله. الدخله كيما قلت لك هي المشكله يا سلام، الديماراج الاول. صحيح، تلقى شكون يعاونك وتلقى شكون يهز معك ويدزك، معناها حيتصير سيرتو اجوان. وتو انت تدق بيبان زاد ولا اكيد لازمك انت تدق. دقيت ولا ما دقيتش؟ والله ما نكذبش عليك، دقيت وبخلت، دقيت بخلت، دقيت بخلت، ما هذيك ممكن الحاجه اللي فهمتك. اما بحاول الله فماك الخير بحول الله. كي بطلت كل شيء حتى الميدان وكذا الاعمال وسام؟ لا ما خدمتش فيها برشا، خاطر دومين صعيب ياسر علينا، يلزموا برشا حكايات. اما خدمت شويه، احكينا علاش كيفاش مشيت غادي وعلاش بطلت معناها. كان وقتها صارت ما فماش مصداقيه فيها الدومين هذايا بصراحه، سيرتو في تونس ما فماش مصداقيه. انا لا انا لعبت بصراحه، خلينا نقولوها لعبت معناها مريقل، ما نحسبش في حياتي في سيرتو في التيران، عمري ما نحسب اللي عندي ناتي معناها وما نحسب في حد شيء. لكن كي تدخل الدومين هذايا سلام انت والدومين وتعرف، لكن تدخل الدومين نتاع هذايا المانجير، تعرف اللي في تونس راهو اذا مش تمشي مريقلو وتمشي معناها تحب كلمه كلمه ما تقاش. صحيح، ما تقاش كلمه كلمه هذه، تهز لاعبي غدا يقول لك لا ما فماش. خدمتها تجربه مره ولا مرتين، راهو ما خدمتهاش برشا. مع شكون خدمت؟ مع مراد الهذلي وقتها مشى للسي اس اس، مشى لهزيت البلاد الصفاقسي. هنا معناها ما عندهاش برشا. عندها وقتها جمعيتي، لكن صارت بصراحه حوايج ما ينجموا يبخلوك، ما عادش ينجموا. مثلا شنو صار؟ يعني والله يا رئيس النادي بصراحة منصف خميخم، منصف خميخم رئيس نقدروه ونحترموه الناس كل، وعنده كلمة، راهو عنده كلمة وراجل، معناها خلينا نقولوها فهم الكلام، وأنا نعرف الرجال ونعرف العباد، راجل وعنده كلمة، لكن اللي دايرين به ما يعرفوش يخدموا بصراحة، نقولوها علن ما يعرفوش يخدموا. وفما برشا حكايات اكسترا فوتبول، اكسترا فوتبول كي نجي نتفاهم انا وياك سلام، الدبوسه هذه نعطي لك تو ترجل معناها غدوه نجي نهزها، ما فماش هذا. وهاني نغارونتي لك في جمعيه تونس الكل فماش المصداقيه، سيرتو في الدومين هذا. بالضبط تنجم تسمي اللي يخدموا معاه، ما غير ما نسميه ويخدموا معاه، اللي يخدموا معاه قاعدين يخدموا معاه، وقاعدين الناس سككت بعلي بعلي، ماهوش نتاع خدمه معناها، مش خدمه نتاع فوتبول، وماهوش قاعدين يخدموا اللي معناها باش ينفعوا النادي الرياضي الصفاقسي. اقسم بالله يخدموا بالاسباب ليهم هما الاشخاص، معناها هم موجودين وهما داخلين بعضها. باهي وسام، انت بدايتك كانت في صفاقس، لكن غالي اليوم في صفاقس معناتها علاقتك معناتها كيفاش نقولوا باش نلطفوا الكلمه، ما عندكش علاقه كبيره اليوم بالسي اس اس، عباد ما عادش تقبلك، ما عادش تقبلك تو من بدي مشيت وليت تمشي لاسبيرونس حاجه هكا. سليم هذه معروفة وتعرفها ويعرفوها في صفاقس الكل، ويعرفوها اللي انا خاطر مشيت للترجي. اي بورتون راك مشيت للترجي، ما مشيتش من السي اس اس للترجي، معناها من الزمالك للترجي، معناها هذايا كي مشيت للترجي ما عادش نقبلوك وما عادش نحبوك. اي بورتون لعبت اكثر في السي اس اس، ولعبت خليت دمي غاديك وخليت فلوس وخليت كل شيء في السي اس اس، وعطيت اللي عندي كل شيء، معناها سيرتو الطلعه نتاعي، فهمت؟ ماك تعرف. وقال لك لا لعبت في الاسبيرونس، لا معناها ما عادش نقبلوك. حتى في التسعينيه هذيك اللي جات فيها ليكيب تاع فرنسا ما مشيتش انا، ما عيطوليش، غضبتك اكيد تغيظك، واش دخل الاسبيرونس، واش دخل مدنين، واش دخل بنقردان، واش دخل الاطوال، واش دخل الكلوب تيمونا، نحن نلعب ونلقطوا في رزق، وهذا احتراف
اليوم في الترجي غدو في بن قردان غدو في جربة غدو في بلاصة، وشنو المشكلة؟ أنا سبيت السي اس اس مرة، ما عمري ما سبيت السي اس اس، خاطر السي اس اس جمعية كبيرة وعندها فضل كبير عليا، كيما الرلوي، الرلوي جمعيتي زاد هذيك عندها فضل كبير عليا، الرلوي إن شاء الله ربي إن شاء الله تطلع السنة. النادي الصفاقسي عمري ما حسبت، كيما قلت لك خليت فلوسي وخليت وعباد تحبني ويعرفوني، معناها راني ما عمري ما نساوم في التيران ويعرفوني راجل ونضرب على المريول لآخر دقيقة. اما الحكايه هذه معناها عليه، هذه فما اشخاص فما عباد يقول لك في التسعينيات وما استدعانيش، معناها تغيظك، ما تغيظكش انت تو. نرجع شويه الفتره هذيك، كي مشيت انت من الزمالك لاسبيرونس ما كانش فما اوفر من سي اس اس حاجه؟ لا ما فماش، ما طلبوكش بالكل، وفما شكون قال لهم؟ قالوا لا سيدي، ما فماش عايش يلوموا عليك هنا. هو اقسم بالله وقتها منصف خميخم هو الفيس بريزيدون ومنصف السلامي بريزيدون، وانا وقتها عندي شويه مشاكل مع الزمالك، انا ممكن انا عملتها، راني نقول لك تو الناس ما تعرفهاش. حكينا على الفتره الانتقال هذاك، هذاك انا عامين عشت في مصر في الزمالك، اقسم والناس تعرفني والزمالك يحبوني وجمهوري يحبني حتى في الفيسبوك، وملاعبيه تو لعبوا معايا حازم امام وشيكا بالا وعمرو زكي وجمال حمزه نسميهم لك، كل يحبوني ويكلموني في الفيسبوك ويجي لمصر، معناها نفرحوا بي. الزمالك ممكن ليكيب الوحيدة اللي ظلمتها، يعني خطر معناها أنا تعبت شوية في مصر، خطر المشكلة في مصر يا كنت أنا ونيس بوجلبان ديما بعضنا، معني أنا منش معرس، هو معناها مازال معرس ولا عرس بعدها ومرته هنا وصغار وما تعرف صعيب شوية، معناها كنا لقينا الادابتاسيون في البلاد والواحد هذيك وما لقيناهاش سهلة، فهمت؟ وما تعرف عازب والدنيا كل تطبيق، ولو انهم غادي يقدروا برشا اللاعبين نتاع الكره ويستاذوا يحبوني برشا، انا يحبوني برشا، حتى توك يكلموني للتلفاز ولا الراديوات غاديك على ماتش الزمالك والاسبيرونس، صدقني لما يجيبوا خاطر يجيبوا ملاعبيه تو قناه الزمالك يجيبوا ملاعبيه من الزمالك ولا راديو مش يحكي على الزمالك يجيب من الزمالك، صدقني يحبوني برشا، معناها ونعرفهم مش معناها كلام برا، خاطر انا في الزمالك لعبت عامين ما حتى ما حسبت الجمله، ما صارت شويه مشاكل بعد كي جيت الاسبوع. قلت لي ظلمت الزمالك كيفاش؟ ظلمت الزمالك الناس معناها فما ماتشوات مش يقولهم لك، معناها باش جيت لهنا لازم نعمل مشكله باش نجي لهنا. مثلا ايش عملت؟ معناها فهمت اي مشكله، معناها لازمك تعمل مشكله باش ما تجيش. مع شكون عملت مشاكل؟ ما عملتش مشاكل برا، معناها صارت مع الجمعيه مع لونترونور، عملت كيكه وحدي. شريت مشاكل باش تخرج معناها؟ اي باش نخرج من الزمالك. وجيتهم قبل الماتش بنلعبوا ضد المقاولون، ذكرها المقاولون العرب. جيتهم قبل الماتش قلت لهم مضروب، مانيش ما نجمش. وانت لابس عليك؟ انا لابس عليك. هذه عملتها غالطه زاد جم. ذاك وقتها باش نخرج، خاطر الكونتاكت صار ما بين اداره الترجي والزمالك، قالوا له هز زي ملاعب هذاك، وعندي شهود وعندي عباد تسال. فلوس اكثر كان الاسبيرونس حبيت. لا والزمالك فلوس اكثر. ما علاش حبيت نمشي للاسبيرونس؟ هكا معناها حبيت نخرج وسي طارق نجبناها توا، سي طارق بوشماوي هو اللي جابني لهنا، هو اللي بصراحه انسان نكون له كل احترام، راجل وسيد رجال يموت على الترجي، يحب الترجي برشا، وانا شفته خاطر هو اللي ما يعيش في مصر، هو صار كونتاكت غادي بعد، هو اللي كلم رياض وكلم سي حمدي، معناها هما يكلموا فيه ومن بعد يكلمني هكا بحذاك، معناها قنعوا باش يجي وجيت وقعدت بحذاك قداش من مره. لكن السيد هذاك كل احترام سي طارق من اعز الناس ومن ارجل العباد اللي شفت معاهم برشا ملاعبيه وعاون برشا جمعيات. اي ما جاوبتنيش انت علاش حبيت تمشي للاسبيرونس؟ مكشخ انت في الصغر ولا شنو بالضبط؟ والله الترجي جمعيه كبيره بصراحه، اي ملاعب يحب يجيها هذايا. اي بلاش دبلوماسيه؟ لا والله ما والله تقول لي مكشخ والله ما عندي حتى دبلوماسيه، انا ما عندي حتى متفاهمين مكشخه كبيره انا اللي لعبت فيهم الكل نحبهم، اللي لعبت فيهم الكل نحبهم، رتبهم لي والله والله اللي لعبت فيهم الكل نحب سي اس اس لاسبيرونس الرلوي الرلوي الاولى ورلوي. انا الرلوي الاولى هذيك اللي صغري كل حطيته غادي نحب قلبك وين يميل اليوم يا سلام الجمعيات انا مره فاتت حتى كي سهلوني في مصر صدقني قلت لهم الترجي نحبه والزمالك نحبه والسي اس اس نحبه. انا ما تفرجتش في مداخله في مصر ام بي سي مصر. ام بي سي مصر انا نحبهم هذوكم خاطر بصراحه شو مسلم انت كي تلعب في جمعيه ترى ولا تحسب لا مش تلعب ضد هذه لهذه تو كي تلعب السي اس اس ضد الترجي ما نحسب حتى شيء، كي نلعب مع السي اس اس ضد نلعب مع الكلوب في ضد اي جمعيه ما نحسبش ما نحسب الجمله راني هذايا الحساب ما نعرفوش. باخي نبدلك السؤال ماهوش راهو البارح شكون شجعت به؟ البارح شجعت الترجي. لا شجعت الترجي
باهي كي تلعب كي تلعب اليوم الاسبيرونس والسي اس اس شكون تشجع؟ يا سلام نشجعها من الزوز خلي يربحوا مع بعض خلي يربحوا مع بعض ما تحبش تجاوبني معناها لا مش ما نحبش انا جمعيتي الام الرلوي راني نحب هذيك الاولى هذيك جمعيتي اللي خلقتني وهذيك صحيح فيها مشاكل قبل ومتاعب لكن جمعيتي تصور انت صغير اسلام صغر كل وتحب الكوره وهي اللي علمتك الكوره فما ناقص برجع حكايات هم اللي علموهم لك الرلويه هذيك جمعيتي الاولى ونحبها وان شاء الله يا ربي تطلع ان شاء الله وان شاء الله نساهموا معها في الطلوع باللي نجموا باللي نقدروا والجمعيات هذوكم نحبهم وخاطر لعبت فيهم ونحبهم فهمت باهي في 2015 كنت وقت جاي الزمالك استقبلت البعث نتاع الزمالك لعبت كنت سي اس اس مره هذه ما مشيتش علاش؟ هذه والله عندي ما نعمل والله مشكله مش استقبلت ولا مستقبلتش مرة هذه عندي ما نعمل ماهيش كيستيون استقبل ولا مستقبلتش مش فخاطر فما شكون اولها وقتها ولا حاجه ليه ليه وقتها ما انا وقتها خاطر يا سليم عندي صحابي معناها فهمت تعرف وانت مهيب مهيب المذيع هذاك في الامبسي مصر وقتها جاء وجاء شكون ولد مرتضى منصور امير وقتها هزيتهم بالكهرباء نتاعي هزيتهم لصفاقس ومشيت معاهم الاوتيل وقعدت معاهم والمباراه هذيك راهي كانت شكليه راهي ماهيش كاف كان ذكر ياجي ما كانتش معناها وديجا سي اس اس ما لعبوش الكل اللي كيب كامله خاطر سي اس اس خرجت والزمالك تعديت معناها كانت مباراه شكليه ماهيش مباراه معناها اللي فيها رهان كبير خاطر الزمالك تعديت وقتها ماهيش بالعكس انا هم اصحابي وكل الناس كل اصحابي عندك كونتاكت مسؤولين الزمالك تاع مع شكون انت طيب مره فات كل مره مع اولاد مرتضى منصور امير وش اسمه احمد وحازم امام صحابي مدافع الايمن حازم امام ولا حازم امام القديم لا حازم امام القديم هذاك هذاك مره نلعبوا هذيك دوب ما طلع من الاسبوار هذاك حازم امام نلعبوا نهار السبت نعملوا في اونترينمون نحضروا في ماتش نترينيو معناها تسعة معناها ما تعرف انت السبت ونتلعب بالحد معناها ينطر المو خفيف في الكور باليدين وبالراس ضربني حلي هذا كلهم ازاي يطلعوا هبطوا ما رديتش الفعل لا لا منع في كونتاكت كونتاكت كورة بالراس كورة بالراس حلي هذه ثلاثة غرز يا اخي هبطوا رجعوا للواحد للسبور اي متوسط هو ماهوش جران جوور لا باهي رير دروا متوسط لا رير دروا باهي ديجا كان ما كانش يلعب كان حمد النجازي ولا حمد النجازي يلعب وكبير في العمر زاد نحكي لك حازم امام صاحبي شيكابالا هذوما كل دكتور فما دكتور عبد الله زاد الزملكاوي كبير عمرو الجنايني كنت سمعش به هو شاد الاتحاد بتاع الكوره بتاع مصر محمود سعد هذوما كل زملكاويه للدم نجم نشوفوك في الزمالك والله الكونتاكت فما اسلام الكونتاكت فما توا عندي يمكن اي سيدي تعرف وقتاش الكونتاكت بعد ماتش السوبر نتاع مش بتاع ترجي تاع الاهلي والزمالك باركت لهم باركت لهم وقتها كل شيء الناس كل باركت لهم مبروك وان شاء الله الزمالك ديما الفوق وان شاء الله يهز وقلت له بروبوزيت قلت له راهو في مصر بنحب نمشي نعمل الخطر اللي شادين الاداره الفنيه غادي في الاتحاد الكوره زملكاويين مش نعمل كاف غادي في بالي قلت له راه باش نعمل كاف غادي مش نمشي راني في الزمالك قال لي جا مرحبا بيك تو ماما وجمعيه جمعيتك صدقني يا سلام اللي شفته الاحترام منهم امير هذا شكون امير ولد مرتضى منصور ودكتور عبد الله هذا في الاداره في النادي وعمر الجنايني معناها هذا الرئيس وقت ايش نشوفوك في الزمالك اكيد جدا انا تو ننظم في اموري بعث له السي في وبعث له الدبلومات نتاعي وبعث كل شيء اكيد جدا نمشي غادي ان شاء الله ربي صح ربي يفضلك وميرسي بوكو على الاستضافه هذه مازلنا عندنا الروبريك نتاعنا البدايه مع الكويز الكويز حضرنا لك كويز وسام مجموعه من الاسئله جاوبنا من غير برشا دخماء اكيد جدا ما عنديش كون احسن لاعب تونسي تو احسن لاعب تونسي اي أنا ينشط في البطولة التونسية. قاعد نستحضر أنا. أحسن لاعب تونسي. يا مغيب أفتش أغمية مع القدر. مشكلة فيش نلوج اللاعبين اللي أحسن لاعب تونسي. والله ما عرفتش بصراحة ما كذبش عليك. أسبوان صعيبة. أسبوان صعيبة ما نلوجت خاطر في الجمعيات. فما حاتم لاعب تونسي باهي. مش باهي. احسن ملاعبي معناها يتفوق برشا على الملاعبيه الاخرين فماش خاطر فرد نيفو نحسهم كلنا باش كنت تعتبر احسن لاعب في تاريخ تونس لا برشا بصراحه من. والله ما مش نسمي لي ماكش تجاوبني على حد سؤال لا لا تو خاطر نسمي لك برشا
سميه برشا ملاعبية. أول واحد يجي على بالك شكون؟ برشا ملاعبية بصراحة، مش سمي طارق ذياب، محمد العقربي، جمال الإمام، زاد من أحسن ملاعبية اسكندر الصويح، برشا ملاعبية، زبير بيا، وكلهم برشا ملاعبية، يوسف المساكني لاعب في بطولتنا تشوفه قادر ينجح في الاحتراف. هذيك المشكلة تو لي سيدني أنت بكري ما لقيتلوش جواب أحسن ملاعبية تو. شوف شوف مش إن نعطيك يا سلام، النيفو طاح برشا في تونس، تاع الشامبيونان تاع تونس نتاعنا طاحت برشا. لا بروفوني ما تنجمش تلقى ملاعب اللي معناها تو ينجم يلعب في الاوروبا، لا بروفوني اللي انت تشوف انت الشامبيونز ليغ والعباد اللي هربت بينا، كسوا فلوس كسوا خدمه كسوا ملاعبيه كسوا معناها برشا حكايات. تشوف انت اليوم احنا ترجي هي اللي قاعده معناها تراهن على البطولات، ليتوال هي موجوده، سي سي ساك تشوف قداش بعيده قداش من عام النادي الافريقي كيف كيف، سميو الجمعيات الاخرين معناها ما عادش تلقى حد شيء. شكون احسن قلب دفاع تو تونسي ولا تونسي؟ تونسي تونسي لا، فما هنيد، فما واحد يعقوبي ولا يباهي. باش كنا قلب لاعب ليك باش صحاب انت ويا جوع؟ لا نيس بوجلبان خاطر 10 مليون في عشرة صحيت هذيك اكثر حاجه. احسن مدرب تونسي توا؟ والله بصراحة نشوفك نتاع مستير، نشوف لسعد دريدي هذوما قاعدين يعمل قطر. شوف لسعد جرد، شوف يا اسلام انا نعطيك جمعية فيها برشا مشاكل سيرتو لسعد دريدي فيهاش ملاعبية اللي خلينا مع كل احترامات الملاعبية نتاع النادي الافريقي اللي هما اللي لعبوا عام مواسم الفاضي وما ثم حد شيء. صحيح بالافكتيف هذاك بالمشاكل الموجودة فيفا بالهم الازرق وقاعد يعمل في ريزيتا باهية بصراحة. لسعد دريدي انا نشوف اللي هو احسن مدرب، احسن مدرب دربت عنده والله دي كاستيل، مراد محجوب، مدرب عنده فضل عليك. فضل عليا والله ما فماش، ده سي مراد محجوب نحبه برشا. ماتش ما تنساهش فينال نتاع سي سي سد الاهلي المصري شامبيونز ليغ هذيك كانت باش تهز برشا ملاعبيه للاوروب وبرشا، خاطر كذا تلعب كوب دي موندي كلوب وتهز التيتر هذاك، وخاطر نحن جينيراسيون هذيك نتاع ملاعبيه كانت كلها مصلي على النبي. صحيح بونتو ما تنساهش، بونتو ما تنساهش مع ليكيب ناسيونال ضد بوتسوانا بالراس، شت واحده على البار وقتها خاطر دخلنا الدخله نتاعنا كانت خايبه شويه، خسرين واحد بليش ومن بعد ربحنا 3-1، شت واحده على البار وماركيت بونتو بالراس. احلى بونتو سجلته بونتو مزيان؟ بونتو مزيان والله وقتها زاد مستير قلقتنا في الطيب مهيري كوب بالراس وقتها في دقيقة 100 واش معناها كوب دمي فينال. أقوى جمهور؟ شنو أقوى جمهور؟ أقوى ببليك؟ والله لعبت أنا ضد ببليك، شوف لعبت ضد 100,000 أي 100,000 يا سلام راهو مش ماتش اثنين، معناها لعبت في العامين في مصر يدخلوا 100,000 شطر الأحمر شطر الأبيض، معناها كي تدخل دخلة تتفجع جمهور جماعي يفجع. والله جمهور الترجي بصراحة يفجع برشا، انا خاطر لعبنا مره في فينال بطوله عربيه وفينال الشامبيونز ليغ بصراحه شفت 60,000 ما فهمت شيء. اقرب جمعيه ليك؟ الجمعيات كل هذوما سي سي الترجي الزمالك الرلوي. احسن لاعب في العالم؟ ميسي. واحسن مدرب في العالم؟ مدرب زيدان. كانت هذه لوكويز لوكويز الروبريكا الثانيه وسام نكملوا بها في اقل من دقيقه. ليكيب تيب ليكيب تيب ليكيب تيب عندنا اقل من دقيقه ما تخممش برشا وسام، تعطيني احسن انت بتكون مدافع واحسن 10 ملاعبيه تشكيله لعبت معهم. لعبت معهم اي مو ضدهم معهم. انا مدافع اي مدوب الجارديان نص 30 ثانيه عن جارديان بن شريفي على اليمين. على اليمين سامح الدربالي. على اليسار فتح الغربي. في الاكس ولي الهيشري. قدام بيفوات. اي انت اخترت تشكيل خد القرب ثلاثة خد القرب باهي. اي بوجلبان نيس بوجلبان يوسف المساكن تحط وديس يوسف. اي باهي على جناب على جناب على جناب زبير السافي. على اليسار زبير يلعب على اليسار زبير على اليمين اوري بيانفوني وقلب هجوم مايكل الرم. كانت هذه ليكيب تيب.
شكرا لك وسام، شرفتنا اليوم بحضورك معنا. والله سيونس باهية، سيونس حسة باهية، تعديت حلوة خفيفة، إن شاء الله ديما موجودين. بالتوفيق ليك اسلام، بالتوفيق للناس كل، وان شاء الله لك انت ان شاء الله في المسيره، بالتوفيق للناس كل، اكيد ان شاء الله نشوفوك على قريب في نادي الزمالك لمدار مدرب الفريق الاول. لا الفريق الاول مش بشويه بشويه مسيرتك. لا مش مشتقني في الستاف ان شاء الله. اكيد جدا مش جين تولي مدرب الفريق الاول. اكيد نحكي وانت تو تقول لي تو لك ثريه في الستاف. عايز تفايلت لك انا بحول الله اللي كشو كل شيء بالكتبه. اسلام شكرا لك، ربي يفضلك وميرسي بوكو. نستقبلوا انيس الناصري، نحكيوا على مقابله ليتوال والويدات. تابعونا على radioexpressfm.com. BBC نشرة أخبار Global News.